مش يا مصطفى. ميسي يا مشاهي. ميسي يا مشاهي. 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 يعني ده ذنبه ايه اللي هو يروح شغله وينضرب وساب عيال وساب. ذنبه عشان بيحرس الناس. عشان بأمانة شايلها. ابنه هات ابنه. هاتيه. ابن الشهيد اهو. حرام ولا حلال ده؟ ما عرفش له رب لسه. وابوه سايبه. بص انا فرحان قد ما انا زعلان. قد ما انا فرحان انه شهيد. قد ما انا زعلان على الفراق. انا ضابط كنت مسلح. كنت اتمنى ابقى مكان. هو في نعمه. هو في نعم واتمنى من ربنا انه يقبله مع الشهداء اكتر من كده مش عايز قائل الله وكلنا شهداء للوطن واتمنى يعني ولو اني ماني ما احبش انا اقول الكلام ده ان كل المقبوض عليهم رب يعدموهم ولو ما اعدموهمش يبقى القضاء اللي في مصر فاشل وحكومه مصر فاشله ومصر كلها يعلم بها ربنا يا شهيد يا مرتاح يا شهيد يا مرتاح احنا زي ما